وش قال يا عم البخوت؟ يقول طالت عمرك يا بلغر، يقول ابو صالح حرام بغدادي، كان في حروف العين عاير شدرها، يلا يا المطلوب يا خير هادي، يا رفع السبع السماء من بحرها، تغفر ذنوبي ما تقدم معادي، ولا تحمل نفسي الا قدرها، يا راك من ثنتينهم بالعدادي، فشيشه دي لون الاخره وبرها، حمر النصايل زهيات الشدادي، ميات اللي قلت ابوها عقرها، واثنين مختشرين في ماو زيادي، ما تحاسد الا الرزق لقى زغرها، اثنين مختشرين في ماو زيادي، ما تحاسد الا الرزق لقى زغرها، ومودعين النفس واحد منادي، ما قالوا غربه تقرب قدرها، عدا على الريان مربى لا عادي، لا غانجل للصيد رعى قفرها، وخمسة عشر والقدي عندي مالهم بالعمادي، وتسمروا ساعة بقوة قمرها، وخمسة عشر هجران الوندر الروادي، رخيص تسقيها الخدم من بيرها، يا بن سعود الهجة قلبا بعادي، جاتك من المشرق بردة خبرها، سلام لابن سعود مثني وزيادي، اعداد ما طافوا بمكة زورها، وسلام لابن سعود شيخ العبادي، عبد العزيز اللي يزود عبرها، بغيت لي شرها بسلي فوادي، من مد يبعد عند ربعي خبرها، ابغى سواري مسبته والجادي، لقيتها من باروت الا كدرها، وراحل لا قصيدة اخوك بن حمد موجهة لعبد العزيز. اي والله قصيدة اخوك بن حمد من احسن يوم مرضت السواريات يقولون السواريات.